السلام عليكم، مساكم الله بالخير. موضوع بسيط بس يمكن كلنا نتفق اننا في الزمن اللي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ان القابض على دينه كالقابض على الجمر، لكن بالاخص المرأة في زمننا هذا بين شريعة الاغبياء وشريعة الانبياء. اعطيكم امثله. 1، اباحوا لها التمثيل في دور السينما والحضور على خشبات المسارح، وربي سبحانه اسقط عنها الحضور في الجمعة والجماعات حفاظا عليها. 2، اباحوا لها الغناء، والله سبحانه مانعها من الاذان والجهر به والتأمين حفاظا عليها. 3، استغلوا صوتها في شركات الاتصالات وغيرها استقطاب الزبائن، والله سبحانه وتعالى في الصلاة إذا أخطأ الإمام الرجال شو يقولون؟ سبحان الله، المرأة تكتفي بالتصفيق بس ما تقول شيء حفاظا عليها. 4، جعلوها بطلة أولمبياد وماراثونات، والله سبحانه وتعالى أسقط عنها الجري بين العلمين في المسعى حفاظا على حياها. نكتفي بكذا ولا؟ 5، طلعوها الرحلات الترفيهية بدون محرم عادي، والله سبحانه وتعالى مسقط عنها ركن من أركان الإسلام اللي هو الحج إذا ما كان في محرم. 6، طلعوها من بيتها بكامل زينتها متمكجة متبرجة، ربي سبحانه وتعالى يأمرها ما تضرب بالخلخال في رجلها عشان ما تدري الناس وش تخفي من زينة. طبعا أنا تكلمت عن المرأة بالذات لأن المرأة في الإسلام مستقصدة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بالنسبة للفئة القليلة الغبية اللي يقولون يا أخي خلي الدين الهلا، منهم هلا أخو منهم مسيح منهم هلا يعني لازم لحيتي لهنا وكلها بس بشت. لا يا أخوي، لا كلنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ما مات إلا بعد ما أتم لنا ديننا كلنا. أنا ما فتيت في شيء جديد، جيتك وقلت هذه فتوى حلال ولا حرام، وقتها أقول لي لا هذه العلماء من أنت. أما التناصح ما فينا خير إذا ما تناصح.